المؤسسة هي مؤسسة توثيق الإنتاجات الموسيقية المحترفة في فلسطين من بداية القرن الماضي وحتى الآن، وبشكل خاص مؤلفات الموسيقيين الفلسطينيين الرواد ما قبل عام 1948، اللي ما بعرف الفلسطينيين عنهم شيء بسبب حالة الشتات اللي تعرض إليها الشعب الفلسطيني بعد النكبة. هذا الإنتاج اليوم هو الإنتاج الثالث في برنامج هنا القدس، يعني البرنامج الرئيسي في مؤسسة نواة اللي كما أسلفت مهتم بتوثيق الموسيقى. الإنتاج الثالث يتضمن قطع موسيقية آلية، ونعتبر هو إضافة نوعية إلى المكتبة الموسيقية الفلسطينية. يأتي الإنتاج الثالث تأكيد على تنوع وغزارة وعمق الإنتاج ومؤلفات الموسيقيين الفلسطينيين ما قبل العام 1948. هي سلسلة عروض كانت الأولى لمؤلف روح الخماش اللي هو مؤلف موسيقي فلسطيني، الثاني كان المغني محمد غازي اللي هو قدمنا له برضه ألحان، والعرض الثالث كان بيشمل روح الخماش بس المقطوعات الآلية اللي عملها اللي ألفها، وكمان موسيقيين فلسطينيين رياض البندك وعبد الكريم قزمون. يعني بنقدر نقول عنه زي جانب ثاني من التراث الفلسطيني، اللي هو في عندنا الجانب الفولكلوري اللي الكل بيعرفه اللي بنسميه احنا دارج التراث الفلسطيني، وهذا التراث الموسيقى خلينا نقول شوي مستواها أعلى أو فيها جزء من أو نوعية تعقيد أكثر. بالنسبة لي كتير كتير مهم، لأنه معظم العروض اللي في بلدنا عروض غنائية، نادرا ما تلاقي عروض إنسترومنتال أو عروض آلية. اللي بيميز هذا العرض اليوم إنه من موسيقيين فلسطينيين الأصل، وهم موسيقيين عظام إحنا ما بنعرفهم، فكتير مهم إنه يكون في هالإنتاج وهالاهتمام كمان بالتراث الموسيقي اللي إحنا يعني عنا كتير منه. وهدفي إنه جاي اليوم أسمع موسيقى تقريبا عمري ما سمعتها، وأستمتع بالموسيقى الرائعة اللي رح يعملوها اليوم. لازم نعترف دائما بأخطائنا. أنا تقديري 7 عقود من تجاهل الإنتاج الموسيقى المحترفة في فلسطين هو تقصير كبير جدا من المؤسسة الرسمية ومن المؤسسة الأهلية أيضا على حد سواء. يعني 7 عقود وإحنا نثبت إنه فلسطين ما كان فيها إلا ريف، بالتالي حتى لو جاءت هذه الخطوة متأخرة، إنما هي نوى هي المؤسسة الأولى التي فتحت هذا الملف، والحمد لله نجحنا نجاح كبير. يعني أصبح الآن كل فلسطيني وكل مهتم وكل موسيقي يعرف أن هناك كان في إنتاج على مستوى عالي في فلسطين، وإحنا جزء من النهضة الموسيقية العربية اللي كان مركزها القاهرة، وبالتالي إحنا نعيد الجزء إلى الأصل أو الفرع إلى الكل، بالتالي هو تأكيد على انتمائنا العربي ودورنا في هذه الثقافة العربية الممتدة عبر التاريخ.